التماس كشريده وجدي المحترف بالدوري اليوناني، خطر جدا لما يصعد في على الرواق الايمن جلال القادر اليمنى. العوده لمرياح ياسين، الكره من كشريده وجدي باتجاه الامام، هذا ما جبري حنبال، والكره لمسلم، كره في العمق تونسيه. كنا نشاهد جمال بلماضي فتح اللعب، دائما حذاري من هذا الخطر، حذاري من الكره هذه والثنائيه. عوده الدفاع عن طريق احمد طوبة. الكرات القصيره سلاح المنتخبيه الاوروبيه في وسط الميدان. الكره التونسيه انطلاقه عن طريق علي العبدي، ثم التوغل من هناك على الجهه اليمنى، صعود يعطي الافضليه. كان بجلال القدري يركز على الجهه اليسرى من دفاع المنتخب الوطني هذا الذي تشاهدونه امامكم. الركنيه الثالثه في المباراه، كان خطيرا من خلال المرتدات وضغطات، حصل على ثلاث ركنيات، الثالثه كانت. سنشاهد كيف ستكون رده فعل العيبي في الوسط، ثم بالرحمه ضاعت انطلاقه على الجهه اليسرى، يسترجع المجبري حنبال يلعب من هناك، التوزيع هذاك الشريده وخروج مسديد من تلك المسافه. هذا رامي الزروقي، تمر الكرات، التدخل بقوه عليه، التدخلات القويه. مطوبه يعاني، مازال ساقط على ارضيه الميدان. حنبال المجبري يلعب معك الشريده، من هناك يصعد كشريده وجدي عن ابقاء تلك الديناميكيه خاصه بالنسبه للمنتخب الوطني، وفي نفس الوقت تجريب اكبر عدد من اللاعبين الى نهائيات كان كوت ديفوار، ولكن دية موجوده، حتى انهم كانوا ينتظرون هذه الوديه اكثر من انتظارهم لمباراتي الجوله الخامسه من تصفيات الكان. منتخب تونس لعب وخسر في غينيا الاستوائيه، ما سيكون في صالح رياض محرز والشيبي. ملعوبه بسرعه، حذاري من الجهه اليمنى ان يوجد كشريده، تاتي اليمنى دائما من الدفاع. الكره للعيدوني عيسى، الياس عاشور، الياس مجبري حنبال يلعب مع كشريده، توزيعين انت يا زغل. من جانب المنتخب التونسي هي توزيعات كشريده، صعود كشريده دائما ما يخلق حاله الطوارئ في دفاعات المنتخب. دحمان حارس المرمى يخرجها باتجاه الامام، التدخل مباشره الى التماس، رامي مباشره الى التماس، رامي بن سبعيني الغائب عن المباراة. يسدد من هذه المسافة، يفضل فتح اللعب عن طريق كشريدة يتريث يعود. هل هو وقت التغييرات؟ هل هو وقت مشاهدة عناصر أخرى لمدافعي الأيمن؟ نعيدون هم الهدف الثاني الذي يحرر العناصر الوطنيه وتبقى مباراه وديه. نعم هي كذلك المباراه الجزائريه الكبيره الحاضره هنا بالملعب، فرصه وصلت ولا كره عرضيه. هذا توبا، تغطيه دفاعيه من توغاي، تلعب بسرعه، الحكم يترك مبدا الافضليه لكشريده على الجهه اليمنى. بامكانك ان تسجل الهدف الذي يمنح لك الانتصار. هذلي من كشريدة، الضغط عليه من بن رحمة، مر القصيرة بغداد بن جاء حرايع، بغداد راح بن رحمة، حكم المباراة يقول واصل اللعب. الثنائية بين بن رحمة وبن جاء كانت يعني تأتي بالجديد. حكم توبا، استرجع من توغاي، حكم المباراة يقول تمام. بعد التدخل من توغاي على كشريدة، هذا وجدي، سعى جبالي عصام